حلقة. اسمك مرعب العاب والباي على الله وعد وقتل تلعب برجولة وناموس لعبتنا الجمعة رح تشوفها مع الكرامة بإذن الله تعالى. طبعا ملعبنا كومبلي ونحن ناخذ اللعيبة بإذن الله من الملعب للصالة بإذن الله. يا ولاد العيد ابوك سعيد ولاني عرفت عنده مواهب. طبعا نحن جاهزين للمباراه طبعا نثبت نفسنا على اللقب. مباراه لا شك صعبه على الفريقين، بتمنى يؤدي الفريقين مباراه تليق بسمعه هالفريقين الكبار. فريق تشرين فريق ديت، فريقنا جاهز برغم النقص العددي اللي طبعا خسرنا 3 لاعبين مهمين، اهم 3 لاعبين بالفريق. طبعا الحاله النفسيه للفريق جاهزين ممتازه، المدرب اعطى تعليماته الفنيه، اعطى خطه اللعب. ان شاء الله بتمنى انه نسعد جماهيرنا اليوم ونرجع منصورين باذن الله. طبعا فريق الحال احنا نريد فريق يربح، انا مع احترامنا للخصم دائما وابدا. مباراه ليست سهله بالمطلق، مباراه صعبه على الفريقين، بتمنى يؤدوا اداء جميل بهالجو الربيعي الحلو وتطلع مباراه نظيفه من كل شيء. ومبروك للفائز سرفان. استاذ ايمن، عم الغيابات عم تاثر علينا كثير، كان انتهاء عقود او فسح عقود، والشيء الأهم هو لعبة المنتخب الشباب مع الجدد والنهائية مع الأولمبي، هذا الشيء ما يتقاله حل يعني. طبعاً لاعبين الشباب واللي كانوا ملتزمين مع الأولمبي، طبعاً نحن خطتنا المرحلة القادمة زج اللاعبين الشباب بس اللي ما بيتمرنوا معنا، يعني نحن أولوياتنا كمجلس إدارة بالتنسيق مع الكابتن ماهر إنه نزج بالشباب، بس وينهم؟ مع المنتخب الوطني كله اللاعبين مهمين، محمود النايب، عامر فياض، زكريا رمضان، لاعبين ممتازين كلهم، محمد حسوني، كلهم هذول بيلزمونا يعني بهالوقت، خاصه زكريا بيلزمنا ومحمود النايب وعامر، في نقص عددي ولكن التزمين مع المنتخب الوطني، والمنتخب تعرف له اولويته واهميته. طبعا المرحله القادمه من زج الشباب، الان معنا انس زهان، معنا حمد سواس، معنا لاعبين شباب، طبعا بدي كلهم فرصه ان شاء الله اليوم. وثقتنا بفريقنا كبيرة، وثقتنا بجمهورنا اللي عم يواكبنا دائما وابدا، اللي هو ملح الرياضة السورية وملح نادينا. نتمنى نسعد الجماهير نرجع مسؤولين باذن رب العالمين. ما نستغل موضوع انه انتك عضو ادارة، اليوم اخر مباراة لفريق مرحلة الذهاب، يخلي على مرحلة الاياب مباشرة. بالنسبة للتعاقدات اللي رح تكون حسب الثغرات، رح تكون في شيء الاياب اللي رح تتألم في شيء؟ اكيد في عندنا من دعم بمهاجم لازمنا اكيد، ولاعب خط وسط اكيد لازمنا، نشوف حسب المتاح حسب امكانيات النادي المادية، ان شاء الله عم في اتصالات مع عدة لاعبين، بس بدنا مهاجم بالتأكيد. المراسلات شغالة وإن شاء الله في مهاجم جاي بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله هي مباراة قمة، نادي تشرين اخذ ما احرز 3 بطولات دوري، فريقه رجع هلا على الفورما صار يفوز، فريقنا مجهز لهي المباراة،
بس مباراة صعبة بأرض تشرين، لازم لاعبتنا تكون عند حسن ظن الجمهور والصدارة مشان السبتة بمرحلة الذهاب. عنا نقص بس إن شاء الله اللعيبة بهمة الشباب اللاعبين كلهم بعوضوا اللاعبين الناقصين. لازم نحن بين الذهاب والإياب نجيب كم لاعب، نجيب لاعبين ثلاثة خاصة مهاجم خط وسط، لازمنا لاعبين. إن شاء الله بقى الإدارة بتكون على هذا الموضوع والله يوفقنا بهي المباراة. مباراة صعبة بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اللعيبة عند حسن ظننا إن شاء الله. كابتن هذا الناقص عم تقول ناقص حاليا الفريق، هل راح يكون في تدعيم فيه مباشرة مع أول مباراة مع حتى الإياب؟ نعم راح يكون نهار جمعة، لو ما راح يكون في تدعيم بشكل مباشر. هلا اتحاد الكرة طالع يعني ل 28/2، بس هو المشكلة إنه إيابك بعد أسبوع ما في راحة، لازم يكون النادي بيعرف هاي الأمور والإدارة والكادر لازم هنن يشتغلوا على هذا الموضوع. بس أنت راح لك ثلاث أربع لاعبين من أحسن لاعبة الفريق، يعني بقى لازم يكون في تعويض. غيابات اليوم نادي الاتحاد، شو غيابات عنده؟ عنا بس لعيبة المنتخب الشباب، وعنا حنان شوي في إصابة، بكي إن شاء الله بشوط تاني بشارك. كابتن على موضوع لعيبة الشباب منتخب الشباب، ما أول ما نلتقى حد اليوم أول مسلم هلا ما غض النظر نلتزم مع الفريق 10 أيام ورا بعضهم؟ هلا المشكلة يعني سوريا يعني أهم من كل شيء، منتخب السوري هلا بده ينزلوا يلعبوا معنا لعبة الكرامة والفتوة، بعدين بروحوا 3-4 لعبوا برجعوا بعدين بنها يعني بنها الفريق مع الفريق إن شاء الله. اليوم الأخير حق اللي طلع معنا.
صار حال وقت الرحيل عن فريق الأهلي، وأنا بدي لهم يعطيكم العافية ضمن الظروف وضمن المقومات الموجودة. بتمنى أنا من إدارة نادي الأهلي تتقبل استقالتي، لأنه الوضع اللي نحن فيه بالوقت الحالي ما هو وضع فريق يكون هو منافس شرس على البطولة، وخاصة إني نحن عم نفتقر ل يعني كتير شغلات من خلال اللاعبين تحديدا. يعني بنقول لاعبينا كانوا اليوم بصراحه يعني الموجودين كانوا لاعبين ابطال. فريقنا اليوم أدى مباراة كتير كبيرة بالشوط الأول تحديداً، كان في المباراة نحن ضيعنا فرص من أجمل الأشواط اللي أديها بالشوط الأول. طبعاً السبب الأساسي بالشوط الثاني تراجع الدفاع، أثر جوزيف يعني مريض، كان طبعاً هو صخرة الدفاع وصمام الأمان، أثر على مدافعين الشباب. أدوا مباراة كتير كبيرة اليوم من أجمل الأشواط. طبعاً هذه كحال كرة قدم مبنية على الأخطاء، أخطاء استفاد بالوقت الآخر مباراة فريق تشرين. لفريقنا ممتاز كان بهالمباراة الشوط الأول تحديداً. زي ما شفنا ضمن المؤتمر الصحفي للكابتن ماهر بحري على قياس استقالته على الفريق، لأنه عضو إدارة، شو دور الإدارة بهذا الموضوع اليوم؟ طبعاً أنا تفاجأت، طبعاً أنا كنت قبل ما كنت بالمؤتمر الصحفي. طبعاً هذا بالنهاية نحن نشوف هلا القرار مجلس إدارة، نشوف الكابتن ماهر. أنا من الناس تفاجأوا، طبعاً نحن متمسكين فيه مدرب الكابتن ماهر بحري، اشتغل شغل جيد معنا. نشوف المجلس إدارة، نشوف حيثيات الموضوع. ما أنا تفاجأت الحقيقة. أنت شامحت الحفلات وعقدت ماهر، واحد عزار من الفريق تخلي عن لعيبة، إن عملية الفريق طبعاً الشيء عتقوا عقدت تخلي عن طرف إدارة النادي، وقال ما بتعشى إدارة هذا الموضوع. شدت الإدارة بهذا الموضوع. طبعا فريق خسر اهم ثلاث لاعبين بالفريق من اللاعبين المهمين بالخط الامامي، بالمهاجمين بخط الوسط دواي وكيكي وريحانيه. طبعا تاثر فريق فنيا، يعني فريقنا جيد نحن، بس بالخط الامامي في نقص كبير يعني الحقيقه. وعلى اساس نحن بالمرحله الذهاب والاياب ندعم الفريق، وتفاجئنا باستقاله كابتن ماهر. نشوف هلا ندرس الموضوع بمجلس اداره ونعرف كيف نتخذ قرار. يعني ما راح نذكر اسماء، في تصير بعض الشائعات في كذا لاعب راح يتلو حاليا بوقت حيدي الذهبية، هل راح تكون فيها اتصالات من اداره النادي تخلي على اي لاعب؟ بذكر اسماء ما راح نذكر اسماء. بالتاكيد نحن متمسكين بلاعبينا كلهم، ملتزمين بعقود معنا، بعقود احترافيه، عقود نظاميه. هذا الكلام لسه سابق لاول، وما في هيك حديث حتى تاريخه.